أولا أشكر لكم حضوركم جميعا رغم تعدد التزاماتكم، يعني شكرا جزيلا لحضوركم ولحرصكم على التنمية المهنية، والشكر موصول لمبادرة الجمعية السعودية للمعلم لعمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد ممثلة بمنصة تزامن. شكر جزيل لهم على استضافة الدورة. دورتنا اليوم راح نتكلم فيها، أو ندوتنا اليوم بإذن الله راح نتكلم فيها عن تصميم ملف الإنجاز الإلكتروني، وراح تكون ضمن السلسلة الأولى من ندوات التنمية المهنية للمعلم. راح نتكلم عن تصميم ملف الإنجاز، كيفية تصميمه، محتوياته، كيفية مشاركة ملف الإنجاز والتحكم بصلاحيات المشاركة. هذا بالنسبة لمحاور دورتنا اليوم أو ندوتنا اليوم. هنتكلم عن أهمية ملف الإنجاز. ما أول خطوة نبدأ فيها تصميم ملف الإنجاز؟ كيف نطبق تصميمنا لملف الإنجاز كخريطة ذهنية على الملف اللي عملناه؟ كيف نضيف ملفات متنوعة بامتدادات متنوعة إلى ملفنا؟ الإخراج النهائي لملف الإنجاز، وكيف نعمل عليه بشكل تعاوني؟ وأخيراً رح نشوف مع بعض كيف نرفعه على السحابة الإلكترونية بحيث يكون ملفنا سحابي متوافق مع كل الأجهزة الذكية. وأخيراً التحكم بمستوى صلاحيات الوصول لملف الإنجاز. تمام بإذن الله. طيب بداية قبل ما ندخل في موضوع ملف الإنجاز، وردتنا كثير تساؤلات بخصوص برامج مايكروسوفت التعليمية، بس أنا كنت حابة أعطيكم فكرة سريعة عنها. بداية يكون المعلم عضو في مجتمع مايكروسوفت التعليمي، وهذه المرحلة بمجرد انضمامه لمجتمع مايكروسوفت التعليمي يكون عضو في مجتمع مايكروسوفت التعليمي. وحوريكم إن شاء الله في نهاية المحاضرة، في نهاية الندوة، كيفية الانضمام لمجتمع مايكروسوفت التعليمي. بعد كذا يكون معلم مايكروسوفت المبدع. متى يكون معلم مايكروسوفت المبدع؟ لما يحصل على 1000 نقطة في مجتمع مايكروسوفت التعليمي، وتصدر له شهادة لذلك، حيلاقيها في حسابه ضمن الإنجازات، شهادة معلم مايكروسوفت المبدع. بعد معلم مايكروسوفت المبدع راح تجينا مرحلتين، اللي هي معلم مايكروسوفت الخبير. والفرق بين معلم مايكروسوفت الخبير وبقية برامج مايكروسوفت التعليمية إنه معلم مايكروسوفت الخبير عبارة عن ترشيح بالتعاون مع وزارة التعليم. بقية البرامج عبارة عن كورسات ينهيها المعلم ويحصل على الشارة. أما بالنسبة لمعلم مايكروسوفت الخبير فيكون عبارة عن ترشيح، ويتم اختيار المرشحين بالتعاون مع وزارة التعليم، والقائمة موجودة لديهم. بعد كده عندنا مدرب مايكروسوفت، وهو المعلم اللي أنهى الكورس التدريبي الخاص بمدربين مايكروسوفت. وآخر شيء زميل معلمي مايكروسوفت، ويتم اختياره بحسب فعاليته في مجتمع مايكروسوفت التعليمي. تمام؟ هذا بالنسبة لبرامج مايكروسوفت التعليمية. طيب الخبر الجيد في الموضوع إنه إن شاء الله بعد الكورس هذا بإذن الله كلنا راح نحصل على شارة معلم مايكروسوفت المبدع. راح أعطيكم كود في آخر الندوة، وراح تدخلوا في حسابكم في مجتمع مايكروسوفت التعليمي. بالنسبة للي أخذوا شهادة معلم مايكروسوفت المبدع راح يحصلوا على نقاط إضافية، لكن اللي أول مرة ينضموا لمجتمع مايكروسوفت راح يحصلوا على شهادة معلم مايكروسوفت المبدع. تمام؟ طيب التطبيقات اللي راح نتكلم عنها، ومن ضمنها تطبيق ون نوت اللي راح نصمم من خلاله ملف الإنجاز، عبارة عن تطبيق سحابي. طيب لما نقول تطبيق سحابي أو نتكلم عن مفهوم الحوسبة السحابية، إيش تتصوروا نعني بمفهوم الحوسبة السحابية؟ طيب أعطوني مشاركاتكم لو تكرمتوا.
إيش تتصوروا نعني بمفهوم الحوسبة السحابية؟ طيب ممتاز، يمكن الرجوع إليها من أي مكان، رفع الملفات على السحابة الإلكترونية، تخزين الملفات في السحابة، ممتاز. ضمن الحوسبة السحابية عندنا تطبيقات خاصة بالتخزين زي الجوجل درايف والون درايف، وفي تطبيقات يمكننا العمل من خلالها، يعني نجد أدوات العمل أيضا على السحابة بدون ما نحتاج تحميل للبرنامج، والهدف منها تسهيل المشاركة وتسهيل العمل على المستخدم. ممتاز، تخزين أكبر عدد من المعلومات. شكرا لك يا أستاذة أمل. المشاركة أستاذ سلطان، فعلا المشاركة مجموعة تطبيقات نرجع لها، فعلا هذا هو ما نعنيه. أعطتنا الأستاذة مستور أيضا أمثلة، جوجل درايف، ون درايف، دروب بوكس، جميعها أمثلة للتخزين السحابي. اليوم لما راح نتكلم على ون نوت راح ناخده كتطبيق سحابي، يعني حنشتغل عليه على السحابة أيضا. ليش؟ طيب احنا حنلاقي أساسا ون نوت ضمن حزمة مايكروسوفت، هتلاقيه ضمن الحزمة اللي فيها الوورد والباور وبرامج مايكروسوفت، هنلاقي من ضمنها ون نوت، فهو بالتأكيد أنا متأكدة إنه موجود في أي جهاز، بس للأسف شوية ما مظلوم إنه ما بنفعله بشكل جيد. الآن هنشوف مع بعض كيف حنفعله. راح أستخدم أنا النسخة السحابية الأونلاين، ليش؟ عشان أتلافى موضوع اختلاف الإصدارات لديكم، يعني حنلاقي ناس إصدارهم الون نوت 2010، حنلاقي ناس 2007، وأنا حيكون عندي 2016، فعشان نتلافى موضوع اختلاف الإصدارات وتنوع الميزات من إصدار إلى إصدار، راح نشوف مع بعض ون نوت بشكل سحابي، هنطبقه مع بعض. تمام، فزي ما تفضلتوا متوافق مع جميع الأجهزة الذكية، سهل المشاركة، يمكن الوصول إليه من أي مكان، يعني أنا لو كنت في أي مكان واحتجت إني أعرض ملف إنجازاتي على أي أحد، بمجرد ما أدخل على السحابة من الجوال أقدر أوصل لملف إنجازي. الميزة الجيدة أيضا في ون نوت إنه حيكون عندي تطبيق على الجوال، ممكن كمان أنزله. أنزل التطبيق من الجوال وأقدر أعمل مزامنة لعمل اللي على الجهاز واللي على الجوال. تمام، فالفكرة عملية وراح تساعدكم بإذن الله كثير. طبعا يعني شيء مؤكد إنه ملف الإنجاز، وخصوصا مع ما شاء الله خبرتكم الطويلة وإنجازاتكم الرائعة على مر سنوات العمل، راح يكون تنفيذه صعب في البداية، لكن بمجرد ما إننا نعمل على تصميم ملف إنجازنا، بعد كده الخطوة التالية حتكون في السنوات التالية مجرد التعديل والإضافة. فالموضوع حيكون في البداية مرهق شوية، وبعد كده حيكون جدا سهل، لأنه خلاص حيكون عندي مرحلة الإضافة فقط. ممتاز، تحديثه والإضافة. تمام، طيب بالنسبة لون نوت تتوفر في عدة مميزات. من مميزات ون نوت إنه يقبل جميع الملفات بجميع امتداداتها، أقدر أحط عليه أي محتوى متوافق مع جميع الأجهزة، راح أجد كل ملفاتي في مكان واحد. تمام، فأوفر على نفسي وقت وجهد من لما تكون ملفاتي مشتتة، يعني بين الأجهزة وبين الملفات وبين الحسابات السحابية المختلفة، فأنا أجمع ملفاتي كلها في مكان واحد. ما يميز ون نوت أيضا إنه
أكتب فورا بدون ما أحتاج إني أنشئ مربع نص كما هو الحال في الباوربوينت، أرفق أي نوع من أنواع الملفات. الحاجة الجميلة أيضا إني أقدر أستخدم الحبر للكتابة، لأنه من الاتهامات اللي توجه للتكنولوجيا إنه والله صاروا طلابنا الآن ما يكتبوا بشكل يدوي، لكن فعليا أثبتت الدراسات إنه استخدام الكتابة اليدوية تعزز من فهم المحتوى وتعزز من استيعابه وتعزز أيضا من الاحتفاظ به لفترة أطول. باستخدام الحبر أيضا من الميزات الرائعة اللي راح تكون موجودة في ون نوت. طيب، بس ملاحظة سريعة، الآن لما نتكلم عن ون نوت بإذن الله، بس نحط في بالنا إنه إحنا باستخدامنا لون نوت راح نقدر نفعله على مسارين متوازيين بإذن الله، إنه أنا أفعل ملف الإنجاز لي كمعلم أو عضو هيئة تدريس أو إداري، يعني أيا كان منصبي أفعله إني أضع في إنجازاتي. الحاجة الثانية، لو وأنا معلم حيكون جدا جدا فعال أستخدمه كأسلوب لتقييم طلابي. ملف الإنجاز من أساليب التقويم الحديثة، من أساليب التقويم القائمة على الأداء، توفر شمولية من حيث إني أقدر أقيس أكثر من مهارة في نفس الوقت، شمولية أيضا من ناحية الفترة الزمنية، ممكن أتبع نمو مهاراتهم على امتداد فترة زمنية معينة. تمام، فأثناء عرضنا لمميزات ون نوت في إنشاء ملف الإنجاز الإلكتروني، نضع في بالنا إنه إحنا ممكن نوظفه بطريقتين، إنه أنشئ ملف إنجاز خاص فيا وإني أستخدمه أيضا كوسيلة لتقييم طلابي. تمام، من مميزات ون نوت أيضا التنظيم، ثم التنظيم ثم التنظيم. راح ألاقي نظم المحتوى الضخم بطريقة مرة رائعة ومرة عملية. فكرة ون نوت، شايفين دفتر المحاضرات اللي مقسم كذا ألوان؟ نفس الفكرة تماما، حلاقي وفر لي أقسام سيكشنز، كل قسم أقدر أضع داخله صفحات، فبالتالي نظم لي المحتوى بشكل رائع، سهل لي حتى الرجوع لي في حال إني أنا حتى كنت أبغى أرجع لأي شيء من إنجازاتي. تمام، وفي أيضا تقسيم ثالث اللي هو مجموعة الأقسام، يعني إني أقدر حتى السكشنز أجمعها as section group، يعني عندي 3 مستويات من التنظيم. تمام، المزامنة طبعا متزامن مع كل الأجهزة الذكية، يعني لو عملت تعديل على جهازي حلاقيه على طول بمجرد ما إني أفتح النسخة اللي على الجوال. المشاركة طبعا، مشاركة المحتويات جدا سهلة، لأني بمجرد ما أنتهي منه أقدر أعمل له مشاركة، فحيكون ملفي موجود على شكل ارتباط. تمام، لو حبيت أرسله لأي أحد على طول أرسل لهم الرابط، والرابط هلاقيه ينفتح ببساطة سواء من الجهاز الذكي أو من جهاز الكمبيوتر. طيب، الآن هو أنسب وقت للتحول من الملف الورقي إلى الملف الإلكتروني، وخاصة في حال أننا يعني نفعل التقنيات التعليمية في التعليم، دمج التقنية في التعليم. يعني أنا إذا كنت استخدمت التقنية في استراتيجيات التدريس تبعي، فأنسب وسيلة إني أعرضها أيضا بشكل إلكتروني. يعني فرضا استخدمت فيديو لعرض محتوى معين، ما راح يعبر الملف الورقي عن إنجازاتي الإلكترونية بشكل فعال. لهذا السبب أنسب شيء للتعبير عن إنجازاتي إني أستخدم الملف الإلكتروني. تمام، طيب، لما أبغى أنشئ ملف إلكتروني، أحول ملف الورقي إلى ملف إلكتروني، إيش تتصوروا أكثر صعوبة ممكن أواجهها؟
طيب إيش تتصوروا أكثر صعوبة ممكن أواجهها؟ بس أبغى أشوف مشاركاتكم. تصوير المستندات. طيب أحد عنده رأي؟ تصوير المستندات والشهادات، مسميات الأقسام. طيب راح نتكلم أيضا عن موضوع من مسميات الأقسام، كثرة المحتوى، حجم الملف، تصوير الورق. الله يفتح عليكم، الجميع يقول عن موضوع تصوير الورق وتحويل المستندات من شكلها الورقي إلى شكلها الإلكتروني، سكان الشهادات، صحيح، إرفاق المستندات السابقة، فعلا، إضافة الشهادات والوثائق، فعلا، بالتجربة وباستطلاع الكثير من آراء المعلمين والمعلمات كانت أكثر صعوبة تواجههم موضوع تحويل المستندات الورقية إلى مستندات إلكترونية، الإدخال الورقي فعلا، تصوير الورق، السكان. طيب صحيح، يحتاج وقت للإرفاق. طيب الآن راح أوريكم تطبيق راح يساعدكم على اجتياز صعوبة تحويل المستندات الورقية إلى شكلها الإلكتروني. تمام، عندنا تطبيق أوفيس لينس، التطبيق أحمله على الجوال وبعدين أقدر أعمل سكان لوثائقي وشهاداتي بواسطة الجوال. طبعا أكيد كلنا نعرف إنه تطبيقات عمل السكان كثيرة ومتعددة، لكن ما يميز أوفيس لينس إنه متوافق مع برامج مايكروسوفت، فبالتالي زي ما أنتم شايفين إذا واضحة عندكم صورة الجوال هنا، أول ما أعمل سكان لملفي للوثيقة تبعي على طول حيعطيني خيارات تحويلها وضعها مباشرة في تطبيقات مايكروسوفت. يعني هنا مثلا عندي خيار أحطها في ون درايف إذا أبغى أرفعها على طول على السحابة الإلكترونية تبع ون درايف، وفي من ضمن الخيارات أيضا إني أحطها مباشرة على ملفي ون نوت. تمام، فبالتالي وفر علي خطوة بشكل تراكمي، هذه الخطوة البسيطة حلاقيها وفرت لي الكثير من الوقت والجهد. تمام، يعني الميزة في أوفيس لينس إني بمجرد ما أعمل سكان لمستندي على طول حيعطيني خيار إني أضعه مباشرة على ملفي في ون نوت. تمام، طيب هذه بالنسبة لبعض المحتويات المقترحة اللي ممكن أحطها في ملف إنجازي، أحط سيرتي الذاتية، أحط أعمالي وإنجازاتي، نماذج من أعمال طلابي، نتائج طلابي، على موضوع إني أحط نماذج من أعمال طلابي. الشيء الجميل اللي يميز تطبيق ون نوت عندما أنشئ باستخدامه ملف إنجازي، إني أقدر أضمن ملف إنجازي أقدر أضع داخله ملفات إنجاز طلابي. تمام، يعني زي ما قلنا أنا لما أنشئ ملف إنجازي وأضعه على السحابة الإلكترونية، المخرج النهائي حيكون عندي رابط، هذا هو الرابط اللي أتبادل وأعمل مشاركة فيه لملف إنجازي. فلما يكون أنا عندي ملفات إنجاز طلابي، ممكن أضع روابط لملفات إنجاز طلابي داخل ملف إنجازي. تمام، لأنه فعلا المعلم تنسب لي إنجازات طلابه، وبرضه هذه من أحد وسائل التقييم الحديثة، إنه يقيم المعلم بناء على إنجازات طلابه. فنضع مثلا ممكن أثناء تصميمنا لملف الإنجاز نسمي أحد الأقسام مخرجات طلابي مثلا، وأضع فيها اسم كل طالب وتحته ملف إنجازه، الطالب ملف إنجازه، بحيث إنه يكون في نهاية السنة الدراسية ملف الإنجاز محتوي على كل إنجازاتهم خلال عملهم خلال السنة الدراسية. تمام؟
من المشاريع الجيدة كمان اللي طبقوها في بعض المدارس إنه يكون للطالب ملف إنجاز واحد ويحتوي على جميع إنجازاته في مختلف المواد الدراسية. فالفكرة الحلوة فيه إنه الطالب ما يتشتت، تكون في وحدة في المادة اللي بيستخدمها الطالب تجميع ملفاته، يشعر بالدافعية للإنجاز إنه والله هو بيجمع ملفاته اللي أعماله اللي أنجزها طوال السنة الدراسية. تمام. من الأشياء أيضا اللي أقدر أحطها خدمة المجتمع، خطة التنمية المهنية، لو أنا عندي حاجة معينة أنوي القيام بها ممكن برضو أحطها، البحث العلمي والمؤتمرات، مشاركاتي في المؤتمرات العلمية، الأدوار والمسؤوليات اللي مريت فيها في مسيرتي العملية. طيب، سؤال أعزائي، عندما يعني نقول ملف الإنجاز مثلا أنجز الشيء إذا انتهى منه، هل أنا أضع في ملف إنجازي أي شيء أنا انتهيت من عمله؟ هل أضع في ملف إنجازي كل ما انتهيت من عمله؟ بالنسبة اللي يسألوا خدمة المجتمع، يعني المبادرات الاجتماعية، يعني في حال مبادراتكم التطوعية لخدمة المجتمع. طيب، إجاباتكم نعم، أضع كل حاجة قمت بعملها. طيب، ممتاز. اللي يقولوا لا، ممتاز، فقط الأعمال المهمة، الأعمال المميزة. تمام، فأنا أتخير الأعمال المهمة والأعمال المميزة وأضعها في ملف إنجازي. تخيري لأعمالي المهمة راح ينمي عندي التفكير التأملي، التفكير الناقد، وهذه أيضا من المبررات اللي تدفعنا وبشدة لتطبيق ملف الإنجاز مع طلابنا. تمام، حينمي عندهم مهارات التفكير العليا، مهارات التفكير الناقد، التفكير الإبداعي. تمام، مجرد عملية التخيل فيها مهارات إبداعية. طيب، الآن راح نشوف مع بعض كيفية العمل على ملف الإنجاز. طيب، احنا قلنا راح نستخدم تطبيق ون نوت. احنا هنقدر نستخدم ون نوت بطريقتين. طيب، يا إما نستخدم النسخة الموجودة على سطح المكتب، الحزمة ضمن الحزمة، حزمة مايكروسوفت، أو بيستخدمه أونلاين. في حالة استخدمناه على السحابة، يعني اشتغلنا على طول على النسخة اللي على الأونلاين، كيف نوصل لها؟ أنا عندي طريقتين للوصول ليها. طيب، يا إما بمجرد الدخول على بريدي الإلكتروني حلاقي مربعات اختصارات صغيرة على اليمين، وحلاقي من ضمنها ون نوت، وأدخل على ون نوت. أول حاجة الثانية، لو أنا كتبت في المتصفح اللي هو onenote.com حيوديني على نفس التطبيق، بس طبعا حيطلب مني تسجيل دخول. حسجل الدخول بحسابي الهوت ميل مثلا، حساب مايكروسوفت سواء هوت ميل اوتلوك او حسابي الاكاديمي. تمام، وبعد كده حيفتح لي صفحة ون نوت. هذه بالنسبة لصفحة ون نوت الاونلاين. طيب، تحب أعرض لكم ملف ون نوت جاهز نشوف شكله كمخرج نهائي؟ طيب، نشوف مع بعض ون نوت جاهز. مثلا عندنا هذا النوت كان مقدمة في ميك كود تبع المايكروبيت، يعني زي الدليل الإرشادي لاستخدام المايكروبيت، بس نشوفه مع بعض على أساس نشوف المخرج النهائي كيف حيكون لملف ون نوت. وبعد كده هنبدأ مع بعض ننشئ الملف خطوة بخطوة.
ثواني بس اتحمل الصفحة، الملف كبير. أعزائي هل الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ طيب الحمد لله. في حال كان هناك انقطاع في الصوت بس نبهوني على الشات لو تكرمتم. طيب بس ننتظر ثواني، ظهر الملف ثقيل نتحمل. الآن ظهر الملف. طيب نشوف مع بعض، هذا ملف الون نوت. الميزة الحلوة في ون نوت إني أقدر أستخدمه بأكثر من طريقة وأكثر من شكل. يعني أنا الفكرة اللي كانت مقترحة إني أستخدمه كملف إنجاز بحكم الحاجة الشديدة، يعني لموضوع إنه يكون لكل معلم ولكل لكل من منسوبي التعليم ملف إنجازه الخاص بي، تمام؟ لكن أنا ممكن أستخدم ون نوت لعمل كتاب إلكتروني مثلاً. يعني ممكن الكتاب المدرسي لو حطيت المحتوى وحطيت فيه الأنشطة وضمنت الاختبارات وضمنت أيضا مصادر إثرائية ومصادر علاجية، بكذا أنا عملته على شكل كتاب إلكتروني. فراح نستعرض مع بعض جميع مميزات ون نوت، وفي نهاية الندوة إن شاء الله حنتناقش في أفكاركم الإبداعية لتوظيف ون نوت في التعليم، تمام؟ طيب هذه الجهة بالنسبة لملف ون نوت، شايفين القوائم هذه اللي على اليسار about making، هنا هذه introduction، هذه اللي على اليسار القوائم تمثل ال sections اللي هي الأقسام. طيب وهنا بعدها تجي الصفحات، كل قسم من هذه الأقسام داخله صفحات. شايفين قسم الانترودكشن هذا داخله صفحتين، هذه الصفحة الأولى وهذه الصفحة الثانية. زي ما انتم شايفين الصفحة تحتوي على عنوان، هذا عنوان الصفحة، وأيضا ممكن أضم منها صور، ممكن أضم منها روابط تشعبية. عفوا انضغط الرابط. طيب فهذا شكل الصفحة، تمام؟ طيب هذا بالنسبة للقسم الأول. نروح للقسم الثاني بس عشان نفهم طريقة التصفح فيه. هذا القسم الثاني ويتكون من صفحة واحدة. هذا القسم الثالث ويتكون من 5 صفحات، تمام؟ الفكرة إنه كل قسم يضم مجموعة من الصفحات، والهدف منه التنظيم ثم التنظيم ثم التنظيم. تتصوروا لما يكون عندنا محتوى ضخم، حيكون أهم حاجة عندي، أهم حاجة أفكر فيها إن كيف أقدر أنظم هذا المحتوى بطريقة تسهل علي الرجوع لأي وثيقة من وثائقي فيما بعد. طيب شايفين هنا الصورة وأيضا محتوى نصي وارتباطات تشعبية، وممكن أيضا أضيف فيديوهات. طيب هذا بالنسبة للمخرج النهائي لينا لملف ون نوت. طيب أعزائي الآن أنا فرضا أبغى أحول ملف في الورقي إلى ملف إلكتروني، إيش تتصوروا أول خطوة ممكن أعملها؟ إيش أول خطوة أعملها عند تحويل ملف الورقي إلى ملف إلكتروني؟ ونحط في بالنا ميزات ون نوت من ناحية إني أقدر أقسم ملفي إلى 3 مستويات.
ممتاز. تصوير المستندات ممكن نقول إنها خطوة أولية. تحديد الأقسام ممتاز، أحدد الأقسام الكبيرة إنها إيش تبغى تكون، أسمي الملف، أسمي المحتوى. ممتاز. التصنيفات والأقسام، فعلا أحول المستندات إلى رقمية، أجهز الفيديو والصور اللي أبغى أضيفها لملفي. طيب إدراج الملفات من الجهاز، هذا يمكن نقول إنها من الخطوات اللي مؤخرا تيجي. جمع الشهادات والدورات بحسب التدرج أو التواريخ، موضوع إني أقسمها حسب التواريخ هذا شيء راجع لي. يعني أنا لما يكون عندي المحتوى ممكن أقسم حسب الفترة الزمنية أو أقسمه تقسيم نوعي. يعني مثلا أقول شهادات الدورات، مثلا شهادات الشكر، أو مثلا أقول الشهادات اللي أخذتها في عام 2018، الشهادات اللي أخذتها في عام 2016. طيب أرتب أفكاري، أنظم المحتوى. طيب ممتاز، أفكاركم جميعا ممتازة، هي فعلا المطلوب البداية بها كخطوة أولى. ولكن أرشح لكم إنه بداية أحط أمامي الملف الورقي، أحصر ما فيه من مستندات، ما فيه من إنجازات، وأبدأ أصمم خريطة ذهنية لتقسيمات ملفي، وأحط في بالي أثناء تصميمي لهذه الخريطة الذهنية إنه أنا عندي 3 مستويات من التقسيم. يعني مثلا لو أنا عندي مثلا ممكن أعمل قسم للشهادات، تمام؟ بس أنا لو شهاداتي مرة كثيرة مثلا، وصارت عندي الصفحات مرة كثيرة مثلا، وصلت إلى 20 صفحة 30 صفحة، يفضل إني ما تكون عندي عدد الصفحات مرة كبيرة على أساس ما أفقد ميزة التنظيم مرة ثانية. فلو عندي مثلا 20 30 صفحة، أبدأ أقسم تقسيم فرعي ثاني. يعني مثلا الشهادات أبدأ أصنفها إلى شهادات الشكر، شهادات الدورات، شهادات مثلا على مستوى إدارة التعليم، شهادات على مستوى المدرسة. يعني أحاول قد ما أقدر أصنف ملفي في أقسام على أساس يكون أكثر تنظيما وأسهل عند الرجوع لي. هل أستطيع عمل ملفين إنجاز؟ بالتأكيد بالتأكيد تقدري تعملي عدد يعني لا منتهي من الملفات، ما عندك مشكلة. طيب تمام، فالخطوة الأولى زي ما قلنا نعمل خريطة للأقسام، إيش اللي أبغى أحطه كقسم وإيش اللي أبغى أحطه كصفحة. تمام، يعطيكم العافية. مدة الندوة ساعتين، لأنه إن شاء الله راح يكون فيها تطبيق، حاعطيكم فرصة لتطبيق المحتوى. طيب نشوف مع بعض الآن. طيب الشاهد الآن، بس إنه يعني ما أقدر أنا ولا أحد يقدر يرشح طريقة مثالية لتقسيم ملف إنجازك. ملف إنجازك خاص فيك، فبالتالي بناء على المحتوى اللي لديك حتقدر تقسمه التقسيم الأمثل، تمام؟ التقسيم ما في تقسيم موحد ولا يعني تقسيم ثابت، كل مين يقسم حسب المحتوى الموجود ليه. طيب اللي ما تطلع لهم زي ما قلنا هذه حنلاقيها أونلاين OneNote.com، أو تدخل على حسابك بريدك الإلكتروني، ومن الاختصارات المربعات الصغيرة راح أدخل على OneNote. طب ممتاز أستاذة فوزية، دخلتي أونلاين من بريدك، ممتاز. طيب يعطيك العافية. كيف يمكن عمل ملف إنجاز لمجموعة من الطالبات
أستاذ عبير بايوسف. طيب راح أوريكم بإذن الله كيف أعمل ملف لمجموعة. هذا راح أعمله بالتحكم بصلاحيات المشاركة. يعني راح أعمل ملف واحد زي مثلا هذا اللي أنتم شايفينه الآن، وبعدين أرسل لبقية الطالبات روابط قابلة للتحرير، فبالتالي كلهم يدخلوا على منصة واحدة يحرروها. طيب الجيميل، الجيميل تطبيقات مرة مختلفة. يعني الآن اللي بنستخدمها الآن تطبيقات مايكروسوفت. طيب أهلا بك دكتور عبد الله. طيب أي تساؤلات قبل ما نبدأ؟ طيب الآن هنشوف مع بعض كيف نبدأ بعمل ملف الإنجاز. الصوت منخفض، بيقول نريد رفع الصوت، الصوت منخفض. طيب أبشر بإذن الله راح أحاول أرفع الصوت. أهلا بك دكتور عبد الله، شرفنا بوجودك. طيب شكرا لكم. طيب اللي بيسأل أي أفضل، الشغل أونلاين أو المكتبي؟ طبعا أنا أفضل في عملي ملف الإنجاز، باعتبار أنه حيكون متعدد الملفات ومتعدد الصفحات، وأحتاج أني يعني أحتاج شغل احترافي يعني، فبالتالي استخدامي لنسخة سطح المكتب حتكون أفضل وأسهل للعمل. ممكن الملفات البسيطة استخدم لها نسخة الأونلاين، ممكن لتعديل ملفي الأساسي استخدم الأونلاين. إذا سويت ملف إنجاز وأردت إرساله لطالبة واحدة عشان تعدل على ملفها، أو إن الملف يترسل كامل. طيب حنشوف الآن مع بعض صلاحيات المشاركة، وراح نشوف كيف ممكن أرسل ارتباط سواء لطالبة أو لمجموعة من الطالبات. طيب اللي بيقول الصوت مو واضح، يا ريت تراجعوا إعدادات الصوت عندكم، لأنه البقية بيقولوا إن الصوت واضح. طيب يعطيكم العافية. طيب حنشوف مع بعض الآن. الآن رجعت للصفحة الرئيسية، خرجت من الملف اللي كنت دوبي فاتحته كمثال، اللي هو هذا كان الملف الثاني. على فكرة هذه كلها ملفات والنوت، سواء أنا قمت بإنشائها أو تمت مشاركتها معي. تمام، أنا استعرضت معاكم هذا الملف، والآن نبغى ننشئ مع بعض ملف جديد. طيب من فين ننشئ ملف جديد؟ من نيو جديد. حيطلب مني أولاً إني أسمي الملف، مثلاً سميه إنجازات المعلم الرقمي مثلا. طيب وبعدين أعمل create إنشاء. يقول الصفحة تحتاج إلى تحديث. طيب عفوا نحدد الصفحة بس. طيب فضلا وتكرما أتمنى أن الجميع يطبق معايا، سواء من الجهاز أو من الجوال. ممكن تنزلوا التطبيق من الجوال وتطبقوا على النسخة الموجودة على الجوال. طيب راح أفتحه من جديد من الاختصارات الصغيرة، أختار ونوت المربعات الصغيرة اللي موجودة عليه من الشاشة. اختار نيو واختار اسمي الملف اولا. انجازات المعلم الرقمي مثلا من كرييت، ننشئ لي الان الملف.
طيب سمعتي إنجازاتي أستاذة زينب، ممتاز. طيب من فين تنشئ ملف جديد؟ زي ما شفنا من كلمة نيو جديد، أعمل عليها كليك وأنشئ ملف جديد. طيب الآن أمام الملف زي ما أنتم شايفين، الملف فارغ. يفترض إننا في البداية عملنا خريطة لمحتويات الملف، فالآن الخطوة التالية إني أطبق الخريطة اللي عملتها على الملف. فيفضل في البداية إني أعمل قالب الملف، يعني أنشئ الأقسام وأنشئ الصفحات، يعني أسوي كأني هيكل الملف، الهيكل الخارجي للملف، بحيث إنه الخطوة التالية عندي مجرد ما إني أرفع المحتوى عليه. تمام؟ إذا أبني هيكل الملف أولاً، ما هي الأقسام اللي راح أقسمها ملفي؟ كل قسم ما هي الصفحات التي سيتضمنها؟ وبعد كده أبدأ أرفع المحتوى على الملف حسب التقسيمات اللي أنا قسمتها. تمام؟ فأنا زي ما أنتم شايفين هنا من علامة الزائد أنشئ من هنا الأقسام ومن هنا الصفحات. تمام؟ إنشاء الصفحة يا إما من أسفل الشاشة هنا من علامة الزائد أنشئ القسم وأنشئ داخل الصفحة، أو أيضا من insert برضو. طيب نشوف الآن، ننشئ من علامة الزائد هنا أنشئ قسم. لاحظوا أول ما أنشئ قسم هيطلب مني تسمية القسم، مثلا أسميه سيرتي الذاتية فرضا، يعني على سبيل المثال. طيب الآن أنشأت القسم، سميته سيرتي الذاتية. بعد كده أنشئ صفحات داخل القسم، مثلا أسميها معلومات عامة مثلا، هذه الصفحة الأولى. وأنشئ صفحة ثانية مثلا أسميها وسائل الاتصال. طيب ومن هنا أقدر أنشئ صفحة ثالثة ورابعة، وهذه الصفحات كلها حتكون موجودة داخل قسم سيرتي الذاتية. طبعا بشكل افتراضي الصفحة ما تكون معنونة، عشان أعنونها أوقف عليها وفي هذه المساحة أكتب عنوان الصفحة، مثلا أكتب وسائل التواصل مثلا، وبرضو أوقف على هذه الصفحة وفي هذه المساحة أكتب العنوان، وحلاقي أتحدث عندي في القائمة الجانبية. طيب الآن أنشأت قسم وداخله 1 2 3 4 صفحات. تمام؟ أنشأ قسم ثاني مثلا أسميه الشهادات، هذا القسم الثاني. تمام؟ أضع داخله أيضا الصفحات، لاحظوا هذه الصفحة غير معنونة، بمجرد ما أجي هنا وأكتب مثلا هنا شهادات الشكر مثلا، أنشئ صفحة ثانية. طبعا زي ما قلنا بشكل افتراضي غير معنونة، مجرد ما أكتب هنا تتعنون. حضور الدورات مثلا، وهنا مثلا شهادات التقدير على سبيل المثال. إذا القسم الثاني كم صفحة فيه؟ ممتاز، فيه 3 صفحات، والقسم الأول كانت فيه 4 صفحات. وعلى هذا المنوال أنشئ قسم ثالث أسميه مثلا مخرجات طلابي،
يا ريت فضلا وتكرما يحرص الجميع على تدريب طلابه على إنشاء ملفات إنجاز إلكترونية لهم، لأنه لما نتكلم عن مهارات القرن 21 ومهارات التفكير العليا وتنميتها وأساليب التقويم المعتمدة على الأداء، فهذه كلها يمثلها ملف الإنجاز الإلكتروني. تمام؟ وحتى يكون الطالب أيضا منتج للمعرفة، في حال أنتج ملف شامل لجميع إنتاجاته، الحاجة الأجمل حينما يتشارك الطلاب إنجازاتهم حيكون في دافع ليهم كبير للإنجاز، بالإضافة إلى أنه يأهلهم لسوق العمل، يعني يتحمسوا من الآن أنهم يجمعوا إنجازاتهم، لأنه بعدين تكون إنجازاتهم جاهزة في ملف واحد ويكونوا مستعدين بإذن الله لسوق العمل. طيب الآن خلينا نقول إننا بنينا هيكل الملف، تمام؟ طيب نشوف إذا أحد عنده أي استفسار. فعلا جميل جدا يكون الطالب قادر على إنشاء ملف إنجاز خاص فيه، وطلابنا قادرين، مو بس قادرين، قادرين وببراعة، وراح نلاحظ أنهم أفضل مننا أيضا. الجيل هذا جيل رقمي، ما يحتاج مجهود كبير عشان يتقن التقنية. يمكن إحنا يعني صراحة نحن كمعلمين في فجوة، درسنا بالطريقة التقليدية، مطلوب مننا إننا نقدم المحتوى العلمي بالطريقة الإلكترونية، ففي مجهود وعلينا لا ينكر، وفعلا أنا شايفة ما شاء الله جهودكم لمتابعة التقنية، لكن بالنسبة للطلاب جدا سهل الموضوع حقيقة. والنوت عندي 2016، طب ممتاز، إذا والنوت عندك 2016 ممكن تطبقي عليه. طيب طبعا ممكن تطبع الملف، ما عندك مشكلة في طباعته، بس بالنسبة لطباعة ملف الإنجاز على ونو راح يفقد مميزاته، يعني إذا طبعته فقد مميزاته، إذا الأفضل إني أعمله على بورد أفضل يكون إذا كنت أنوي طباعته. طيب نستكمل الآن لو تكرمتم. طيب الآن بعد ما بنينا هيكل ملف الإنجاز تبعنا، راح نضع داخله المحتوى. هنشوف الآن كيف نضع داخله المحتوى. طبعا من قائمة insert اللي هي إدراج. طيب شايفين معايا الآن القائمة غير مفعلة، صحيح؟ هذه المشكلة تواجه الكثير أثناء العمل على النسخة الأونلاين، القائمة غير مفعلة، صحيح؟ طيب إيش العمل؟ كيف أفعلها؟ أضع المؤشر، القائمة غير مفعلة لأن المؤشر على العنوان، لكن بمجرد نزولي بالمؤشر على متن الصفحة أجد القوائم تفعلت. تمام؟ من هنا أدرج جدول بالطريقة العادية زي ما احنا متعودين في الباور بورد، ومن هنا أدرج صورة. طيب عندي طريقتين لإدراج صورة، يا إما أدرجها من نفس الجهاز تبعي أو أدرجها من المتصفح أونلاين. نجرب الأونلاين. الفكرة إنه يكون محرك البحث مدمج داخل ون نوت، إنه يوفر علي وقت وجهد بدل ما أروح لمحرك البحث العادي وأنزل الصورة على جهازي وبعدين أعمل لها إدراج. لا، وأنا واقفة على ون نوت أقدر أبحث عن الصور الملائمة مثلا. مثلا أبغى أبحث عن الصور عن التعلم الإلكتروني، شايفين أعطاني مجموعة عن الصور. على فكرة يعني بالنسبة لمحرك البحث هو حيستخدم بشكل افتراضي بينج، لأنه محرك البحث الخاص بمايكروسوفت متوافق مع مايكروسوفت. أشر على الصور اللي أحتاج أدرجها،
وبعدين أعطيه insert تمام، أدرج بالصور. طيب التحكم بالصور حيكون بنفس طريقة التحكم في الوورد والباور اللي احنا نعرفها كده، أقدر أكبر الصورة وأقدر أتحكم بحجمها. على فكرة من الأشياء اللي أيضا تميز ون نوت إنه ضمن تطبيقات مايكروسوفت اللي احنا متعودين عليها الوورد والباور، فبالتالي ما راح أبذل مجهود كبير في إني أتدرب عليه لأن القوائم جدا متشابهة. تمام، هذا بالنسبة لإدراج صورة. طيب نشوف مع بعض الآن إدراج ملف. برضو لازم أحط المؤشر في متن الصفحة. طيب إدراج الملف، عندي طريقتين لإدراج الملف، يا إما أدرجه كأتاتشمنت يعني كمرفق بحيث إنه يبان معايا كأنه مرفق، بمجرد ما أعمل عليه كليك حينفتح لي في البرنامج الأساسي. وهنا فايل برينت أوت، أدرج الملف كملف مطبوع بحيث إنه الملف يبان مفتوح تمام، ما يكون مرفق. حنجرب هذه الخاصيتين وراح أعطيكم 5 دقائق للتطبيق أو اللي يحب يعني يصلي عشان الصلاة. طيب الآن نجرب الطريقتين، حطينا المؤشر في متن الصفحة، نروح لفايل، نختار فايل اتاتشمنت، هنا حيكون كيف؟ حيكون كمرفق. choose file، من هنا أختار الفايل، ألاحظ إنه حولني على جهازي، هختار من سطح المكتب مثلا، هذا ملف باوربوينت، اعمل له انسيرت. تمام شايفين مرفق، هنا الملف مرفق. طيب عبال ما يتحمل الملف بس اوريكم الطريقة الثانية، فايل برينت اوت، اختار لانه ما اكتمل تحميل الملف الاول. عموما بمجرد ما اختار ملف مثلا هذا الملف، هذا ملف PDF مكون من مجموعة استيكرات، لاحظ إنه أعطاني إياه مفتوح تمام، ما احتجت أعمل كليك عشان أشوف محتوى الملف، على طول أعطاني إياه مفتوح. وهذا بالنسبة للملف اللي اخترته كمرفق، أعمل عليه دبل كليك، لازم أعمل له داونلود عشان أطلع على محتويات الملف. طيب نطبق مع بعض هذه الخطوات. الصوت واضح؟ طيب ممتاز. طيب أعطيكم فرصة بس لمدة دقائق إنكم تجربوا إنشاء الملف، تقسيمه إلى أقسام وصفحات، وإدراج صور داخله، وأيضا إدراج إيش كمان شفنا مع بعض الملفات. واضح بس الشرح يبغالكم تطبقوا. طب الآن حاعطيكم فرصة للتطبيق تمام.
هعطيكم فرصة للتطبيق. ممتاز. طيب يا ريت فضلا تجربوا هذه الخطوات اللي جربناها مع بعض الآن. طب ايش رايكم اعطيكم 5 دقائق مناسب، او تحبون نكمل سريع؟ اعزائي اعطوني رايكم، تبغوا تاخذوا 5 دقائق بريك وفي نفس الوقت تطبيق، ولا تحبون نستكمل 2 دقيقة بس ونكمل؟ طب اللي كاتبين افضل، انا حطيت الخيارين، ايش الافضل؟ نكمل، اللي بيقولوا نكمل أكثر. طيب نكمل، تمام. ممكن الكود عزيزتي في نهاية الندوة. ممتاز، يعطيك العافية أستاذ عبير، طبقتي خطوة بخطوة، ممتاز. نكمل، شغالين بتطبقوا من أول، طيب ممتاز. ممكن أيضا نستخدمه في دمج التقنية مع مهارات التلخيص، ممتاز، فكرة رائعة. طيب ممتاز، اللي طبقوا، اللي ما طبقوا حأعطيكم كمان دقيقة ونستكمل. لما أضع ملف كمرفق هيحتاج تنزيل، بس لما أحط الملف كملف مفتوح ما راح يحتاج تنزيل. طيب أعزائي انتهيتوا؟ انتهيتوا من التطبيق؟ طيب نستكمل معا. طيب يعطيكم العافية، جميل جدا، أنتم الأجمل. طيب يعطيكم العافية على تطبيقكم، نستكمل. طبعا يعني ون نوت من أبرز مميزاته التنظيم، فبالتالي الملف ما راح يبان معانا بشكل إبداعي وبشكل مميز إلا لو أنا وضعت داخله محتوى، والمحتوى أيضاً ما كان بسيط، محتوى كبير عشان يبان، يعني ميزة البرنامج، ميزته في التنظيم. فبالتالي المحتوى البسيط يعني ما راح يظهر بشكل إبداعي بنفس طريقة المحتوى الكبير الضخم. بالضبط، حيكون مرتب وفي نفس الوقت مميز. طيب يعطيكم العافية، نستكمل.
نستكمل العمل على ملفنا. اللي سميناه إنجازات المعلم وأدرجنا داخله صور وملفات. تمام، طيب نشوف أنواع الإدراج الأخرى. طيب هفتح بصفحة جديدة عشان نطبق فيها. مثلا عندي من الأشياء اللي أقدر أعملها اللينكس. شفتوا عندنا في الملف التطبيق اللي شفناه كان في بعض الروابط، تحبون نشوف طريقة إنشاء الروابط؟ لأنها هي نفسها الموجودة في الوورد والباور، بس إذا تحبون نشوفها بشكل سريع ممكن نستعرضها. تحبون نشوف الطريقة؟ طيب هنشوفها بشكل سريع. تمام، فرضا أنا أنشأت قسم. لاحظوا الآن خلاص هنستخدم المصطلحات والنوت، قسم وصفحة. تمام، لو عملت قسم سميته مثلا تقييم الطلاب مثلا، وبعد كده بناء على التقييم ممكن أعمل لهم مسارين، مسار إثرائي بحيث أحط لهم مصادر إثرائية وروابط إثرائية، فيديوهات إثرائية، في حال إنهم أتقنوا واجتازوا التقييم بمهارة، وأحط مسار ثاني هو مسار علاجي للمتعثرين مثلا اللي ما اجتازوا التقييم. فممكن أحط صفحتين، الصفحة مثلا الأولى أسميها مصادر إثرائية، طيب، وأحط هنا لو عندي فيديوهات معينة، عندي صور معينة. وممكن أنا اللي كنت بوريكم إياه طريقة عمل النص لرابط تشعبي. كيف أعمله؟ راح أضلل عن النص وبعدين أروح لكلمة لينك هنا، مصادر إثرائية على طول، اللي هو حط لي هنا النص الظاهر، وهنا في الخانة الثانية تحت أحط الرابط اللي أبغى المستخدم يروح له بمجرد ما يعمل كليك على النص. النص هنا عندنا إيش؟ عندنا مصادر إثرائية. مثلا كمصادر إثرائية أبغى المستخدم يروح لي، مثلا كان موضوع درسي عن الجهاز الهضمي، أبغى الطالب يروح عن مصادر تشرح له عمل الجهاز الهضمي بشكل مفصل أكثر. فإيش أعمل؟ هروح للمتصفح وأختار وأدور على مواقع تشرح الدرس بشكل مفصل وأحط رابطها هنا. هنا مثلا عندي أنا موقع مجتمع مايكروسوفت التعليمي مثلا في كورس معين وأبغى يكون إثرائي ليهم، أحط الارتباط في هذه المساحة. لاحظوا أحيانا لما أشتغل على تطبيق سحابي أونلاين في القصوى اللصق ما أقدر أستخدم زر الفأر الأيمن، فأستخدم الاختصارات كنترول سي للكوبي وكنترول في للصق. طيب والآن أقول له insert إدخال. لاحظوا كيف صار الآن شكل النص، صار النص تحته خط إشارة إلى أنه ارتباط تشعبي، بمجرد ما أعمل عليه كليك كده حيوديني للموقع اللي هو موقع مجتمع مايكروسوفت التعليمي. تمام، طيب الحاجة الثانية الجميلة اللي برضو ممكن أستخدمها في ملفي التسجيل الصوتي. شايفين التسجيل الصوتي؟ طيب لو أنا أبغى أفعل ميزة التسجيل الصوتي في فصلي، بس أعطونا اقتراحاتكم كيف ممكن أفعلها بشكل إبداعي في فصلي، ميزة التسجيل الصوتي. طيب أعطوني آراءكم واقتراحاتكم كيف أفعل التسجيل الصوتي، كيف ممكن أستخدمه في التعليم. تسميع القرآن ممتاز،
فعلا المهارات اللي تحتاج إلى إتقان، أحتاج أقيمها أنا مثلا بسماعها، أحسنتي في اللغة الإنجليزية أستاذة مشاعر، فعلا نطق الكلمات ممتاز، نص القراءة، تسميع القرآن، بشوف مخارج الحروف، استراتيجية الفصل المقلوب، أحسنتي، قصة مثلا أبغاها تحط السرد صوتي، تسميع النص الشعري، ممتاز ممتاز جدا، استخدامات جدا رائعة، ممتاز، التسجيل الصوتي جدا رائع، يساعدني إني أوصل لمختلف أنماط التعلم. إحنا زي ما نعرف إنه في ناس يعني بصريين، في ناس سمعيين، فأنا كل ما استخدمت في دروسي وسائل تعليمية أكثر، كل ما ساعدت إنه المتعلمين بجميع أنماطهم يقدروا يفهموا المحتوى. تمام؟ طبعا أنا هذا الموضوع خارج عن موضوع ملف الإنجاز، هذا في حال إني استخدمته ككتاب إلكتروني مثلا. تمام؟ طيب، أيضا ممكن أستخدمه مثلا لو في مهارة معينة أبغى أقيمها بالاستماع، أبغى أشوف مهارتهم مثلا في نطق الحروف، مثلا عندي عدد طالبات في الفصل كبير جدا، الوقت ما يمدي، ما أبغى أضيع حصة كاملة في إني أختبر هذه المهارة، فممكن إني أرسل لطالباتي أو طلابي ملف ون نوت، أرسل لهم رابط قابل للتحرير أكون أنا أنشأته، وحوريكم مع بعض، هنشوف مع بعض بإذن الله كيفية إرسال الروابط والمشاركة. الفكرة إني أرسل لهم رابط قابل للمشاركة بحيث إن كل طالب يدخل على الملف ويعمل لي تسجيل صوتي باسمه، فبالتالي أنا أقدر أدخل وأقيم. تمام؟ أستمع إلى النصوص أو القرآن أو الكلمات اللغة الإنجليزية وأقيم نطقهم ليها. الشيء الأجمل من كده إني أنا أيضاً ممكن أقدم لهم التغذية الراجعة من جنس الشيء اللي أبغى أقيمه، اللي هو إيش؟ اللي هو الملف الصوتي. يعني لو طالبة أخطأت في نطق حرف معين، هل حيكون مجدي إني أقدم لها التغذية الراجعة بشكل نصي؟ هل حيكون مجدي إذا أعطيتها التغذية الراجعة بشكل نصي؟ ممتاز، طبعاً لا. فبالتالي أنا ممكن تحت تسجيلها أحط لها النطق الصحيح بتسجيل صوتي مني أنا. تمام؟ هذه بعض المقترحات لاستخدام أداة التسجيل الصوتي. طبعاً الهدف منها إني بدل ما أستخدم تطبيق ثاني لتسجيل الصوت وأرفع ملفات الصوت، لا خلاص اندمج لي أكثر من تطبيق في نفس الملف عشان أوفر وقت وجهد. طيب نجرب ميزة التسجيل الصوتي بمجرد ما أعمل كليك عليها. لاحظوا إيش ظهر عندي؟ ظهر عندي شريط التحكم بالتسجيل الصوتي، وألاحظ هنا إنه العداد شغال، معناته الآن التسجيل الصوتي شغال. تمام؟ بمجرد ما أنتهي من التسجيل أعمل ستوب، وبكده الآن عند الأسئلة الناس تسأل إيش فائدة المربعات؟ المربعات هذه تسهل لي التحكم بالكائنات الموجودة على ملفي. لاحظوا هذا ملف الصوت كيف أتحكم فيه، أقدر أحركه. تمام؟ هذا هو ملف الصوت. أقدر أعيد تسميته مثلا، أسميه الدرس الأول. طيب أبغى أستمع لي، أعمل عليه دبل كليك. لاحظوا إيش ظهر عندي؟ ظهر عندي شريط التحكم بالتسجيل الصوتي. تمام؟ شفنا مع بعض؟ واضح الصوت؟ أنا أخاف يكون أتلخبط الجهاز ما بين المايك الفعلي والمايك تبع الون نوت،
واضح الصوت صح؟ طب الحمد لله، طيب ممتاز ممتاز، يعطيكم العافية. شفنا الآن كمان التسجيل الصوتي، طيب ممتاز. شفنا الآن كيف نتحكم بإعدادات الملف، وكيف نسجل الصوت، كيف نرفع ملف، كيف نرفع صورة. نشوف أدوات الرسم. هذا بالنسبة لأدوات الرسم. خلينا أنشئ بس صفحة جديدة عشان نجرب أدوات الرسم. أختار عرض وكثافة القلم من هنا، وممكن أختار اللون، وهنا أحدد مدى كثافة القلم. طيب أختار مثلا هذا القلم، اخترت مثلا اللون الأحمر. اللون الأحمر هو اللون المعروف بالمعلمين والمشهور بالمعلمين، صحيح؟ طيب أنا الآن عندي مثلا، ممكن أقدم لطلابي التغذية الراجعة عن طريق القلم بهذه الطريقة. على فكرة أنا بالنسبة لي كمعلم ومعلمة حيكون أسهل عليك كثير لو نزلت والنوت على الآيباد، واستخدمت برضو القلم الرقمي، أسهل عليا في التصحيح في حال إني استخدمت برضو والنوت كملفات إنجاز لطلابي، بحيث إنه أي نشاط يقوموا فيه، أي مشروع يعملوا، يرسلوا لي رابط مشاركة وأنا أقيمهم بهذه الطريقة. تمام؟ على فكرة أيضا بالنسبة للتعلم القائم على المشاريع، ملف النوت حيكون مرة مفيد، حيسهل عليهم العمل، حينظم لهم العمل، وبالتالي حيكون في سرعة في إنجازهم. طيب هذا بالنسبة لأداة القلم. تمام؟ الآن حلاقي إنه مؤشر القلم ماسك معايا، كيف أتخلص منه؟ أرجع هنا السهم عشان أفعل السهم هنا. طيب لو أبغى أمسح برضو هذه المنحة أقدر أمسح فيها، أرجع تاني مرة للمؤشر. تمام، هذا بالنسبة للقلم. طيب هذه بالنسبة لطريقة عرض الملف والتصفح فيه. هل أنا بس أبغى أشوف الأقسام؟ هل أنا بس أبغى أشوف الصفحات؟ طيب اللي راح نعمله الآن لو تكرمتوا، نبغى نجرب مع بعض موضوع المشاركة. الآن أنا بعد ما جهز ملفي، رفعت فوقه المحتوى ورفعت فوقه كامل المصادر، أبغى أشوف معاكم كيف أعمل له مشاركة. طيب من فين أعمل مشاركة لملفي؟ من شير، شايفين شير هنا؟ طيب بس قبل ما أنا أوريكم كيف عمل المشاركة، أبغى أنشئ قسم أسميه مثلا مشروع تعاوني. واحد مثلا مشروع تعاوني مثلا، وأسمي أفتح قسم ثاني أسميه مثلا مشروع تعاوني للمجموعة الثانية. مثلا عندي مجموعتين وأبغى كل مجموعة منهم تعمل مشروع مثلا على سبيل المثال. طيب اللي أبغاه منكم الآن، نبغى نجرب موضوع المشاركة التعاونية لملف الإنجاز. طيب أنا لما أعمل ملفي بشكل تعاوني، تتصوروا في إيش ممكن يساعدني؟ في إيش ممكن ينفعني موضوع العمل عليه بشكل تعاوني؟ أعطوني اقتراحاتكم وحنجرب مع بعض الآن كيف نشتغل على ملفنا بشكل تعاوني في المشاريع. ممتاز، تعلم القائم على المشاريع صحيح، التعلم التعاوني عموما، التواصل مع الطالبات، اجتماعات بحث الدرس. ممتاز، موضوع بحث الدرس من المواضيع المهمة الحديثة اللي راح يساعدني فيها كثير، موضوع
ملف الإنجاز، مو ملف الإنجاز اللي هو ملف النوت، بتقسيماته، بطريقة ترتيبه، بموضوع مشاركتي مع زميلاتي في التخصص راح يساعدني في موضوع بحث الدرس. مجتمعات التعلم المهنية ممتاز، ممكن نتشارك في المصادر كمجموعة متخصصين في مجال واحد، أخذ الآراء حول أمر معين، ممكن حلقة بحث مجتمعات مهنية. طيب أحسنتم، اقتراحات مرة رائعة. الشيء الجميل أيضا اللي كنت بقترحه عليكم إنه أنا كأحد منسوبين ممكن إدارة تعليمية معينة ممكن تجمع إنجازاتها في مكان واحد. راح الصوت أعزائي، رجع الصوت. طيب كيف الصوت الآن؟ تمام؟ طيب ممتاز. طيب أعيد المعلومة لأن الصوت اتقطع. كنا نتكلم عن استخدام ملف ونوت بشكل تعاوني، كنت أقترح عليكم إنه كل فرد فينا كمنتسب إلى مؤسسة تعليمية معينة، سواء جامعة، عمادة معينة، مدرسة معينة، أنا أقدر أنشئ ملف أجمع فيه جميع إنجازات هذه الإدارة باستخدام ملف النوت بشكل تعاوني، بحيث إنه مثلاً يكون، لو خلينا على سبيل المثال نبغى ننشئ ملف لإنجازات المدرسة ككل، ممكن نقول ملف إنجازات المدرسة كذا، وبعدين نقسم الملف إلى أقسام بحيث إنه يكون لكل معلم في المدرسة قسم باسمه، ويضع داخله إنجازاته مقسمة حسب الصفحات اللي هو يشوفها مناسبة. تمام؟ ممتاز. أيضا في الإدارات التعليمية على مستوى مكاتب التعليم ممكن أعمل على ملف الإنجازات بشكل تعاوني بحيث يكون للمنظمة التعليمية ككل. ممتاز. الأستاذ عبير تقول نفس سجل التوثيق في المدارس. ممتاز. الفكرة الآن إنه نحول جميع السجلات الورقية إلى سجلات إلكترونية عشان نستفيد ونفعل القيمة المضافة في التقنية وفي التكنولوجيا اللي حتسهل علينا العمل بشكل تعاوني، بدل ما كل فرد مننا يكون إنجازاته ورقية، ما لا تكون الإنجازات موجودة على ملف واحد، الجميع يقدر يطلع على إنجازات الآخرين، يكون في مشاركة للمعرفة. تمام؟ مش الكل يعرف الملف الإلكتروني. طيب الله يعطيك العافية يا أستاذة هدى، جبتي موضوع مرة مهم. الآن دورنا إحنا بما إننا عرفنا موضوع ملف الإنجاز الإلكتروني، واجبنا والشيء اللي أنا أأمله منكم إنه نوصل الخبرة هذه لزملائنا بحيث نقدر نفعله بشكل أفضل، لأن إذا أنا بس أعرف أستخدم ملف الإنجاز الإلكتروني ما راح استفيد من كامل الميزات اللي فيه اذا ما زملائي عرفوا، طالباتي عرفوا، لانه من اهم مميزاته التشاركيه. فانا اذا ما فعلت ميزه المشاركه ما راح استفيد. ممتاز، الله يعطيكم العافيه، فعلا المطلوب منكم الان نقل الخبره. تمام، يعطيكم العافيه. طيب الان زي ما حضراتكم شايفين انشات قسمين، قسم أسميته مشروع تعاوني وقسم سميته مشروع تعاوني المجموعة الثانية، بس الهدف إني أنشأت قسمين عشان ما يكون في لود كبير على قسم واحد، لأني أبغاكم الآن تشاركوني هذا الملف وتضيفوا بس عشان نطبق، ضيفوا مثلا ملف معين، ضيفوا صورة أو نص أو أي حاجة. فعلا نقل الخبرة يزيد من صقلها ويساعد على تطورها. أستاذة نعيمة فعلا إضافة جدا مميزة. طب نعرف إنه أعلى درجات إتقان المعرفة نقلها، يعني أنا لما يكون عندي موضوع معين يعني أقدر أقول إن أنا أتقنته تماما لما أنقله لغيري،
عشان كده برضو من الاستراتيجيات المستخدمة عند كثير من المعلمين إنه مثلا يدرب مجموعة من الطلاب، وهذول الطلاب يدربوا هم زملائهم، تمام؟ فالموضوع أسهل مما تتصوروا بإذن الله، وأنتم قادرين على الإبداع فيه. طيب هنجرب الآن، هنشوف الآن موضوع المشاركة. طيب شايفين شير هنا، مشاركة، هختار شير. طيب يعطيني طريقتين للشير اللي هي المشاركة، يا إما هنا أكتب أنا بريد الأشخاص اللي أبغى أشاركهم هذا الملف، لاحظوا هنا حيكون مربوط أساسا ببريدي في مايكروسوفت، بمجرد ما أكتب البريد هنا أحط هنا محتوى للرسالة، إنه فرضا أبغى أشارككم الملف الفلاني بهدف كذا وكذا، وأعمل شير. فهو النظام بشكل تلقائي يرسل المشاركة للشخص اللي حطيت إيميله هنا، تمام؟ الطريقة الثانية جيت لينك، إنه يعني أعطيني رابط لملفي وأنا أرسله للأشخاص اللي أبغى أشارك معاهم ملفي، وهذا اللي أنا أفضله. فهنطبق مع بعض في جيت لينك، يعني أعطيني رابط لملفي وأنا أرسله. طيب لما اخترت جيت لينك أعطاني خيار، قال لي تبغي فور إديت يعني قابل للتحرير، ولا تبغي فور فيو أونلي يعني للمشاهدة فقط، تمام؟ طيب بس اقترحوا علي متى أنا أستخدمه فور إديت ومتى أستخدمه فيو أونلي اللي هو للعرض فقط. اللينك أستاذ عبد الله جبناه من شير، من مشاركة، ممتاز. يقولوا إنه ملف إنجازي يفترض إنه للعرض فقط، صحيح، أحسنتي. الملف الإنجاز تبع المؤسسة التعليمية المدرسة مثلا حيكون قابل للتحرير، ممتاز. إذا أبغى الطالبات يشاركوا فيه، ممتاز ممتاز. في تعلم القائم على المشاريع، ممتاز. هختار قابل للتحرير، ملف إنجاز المكتب حيكون تشاركي، صح. للعرض إذا أبغى أشرح برنامج ممكن أعمل ملف وأشرح فيه برنامج معين بحيث إنه يكون كتاب إلكتروني، فبالتالي في حال إني استخدمته ككتاب إلكتروني حستخدمه للعرض فقط الارتباط، ممتاز. الله يعطيكم العافية. اللي بيسألوا من وين المشاركة، من شير، من كلمة شير. طيب الشخص اللي تشارك معاه فعلا لازم يكون عنده حساب هوت ميل، مو لازم يكون عنده ون نوت، لأنه سحابي زي ما قلنا، لما يكون التطبيق سحابي فبالتالي ما يحتاج أي متطلبات، تمام؟ بس لازم يكون عنده حساب هوت ميل إذا كان حيدخل يعدل على الملف، تمام؟ لأنه حيدخل كمستخدم فمتطلب إنه يكون عنده حساب، بينما لو أنا رسلته للعرض فقط ما يتطلب يكون عنده حساب في الهوت ميل، ولا يتطلب حتى يكون عنده بالضرورة والنوت، تمام؟ طيب نشوف مع بعض لو تكرمتوا. دحين قلنا عندنا خيارين edit وعندنا view. طيب نجرب view، ولازم اختار افعل create link، يعني انشئ لي اللينك، انشئ لي الارتباط. طيب الآن أنشأ لي ارتباط للمشاركة، هذا هو، بمجرد ما أنسخه وأرسله حيقدروا يطلعوا عليه ويشوفوا محتوى الملف. طيب الحاجة الحلوة الثانية، شايفين create another link، إني الحاجة الجميلة اللي أقدر أستخدم نفس الملف على مستويين من الصلاحية. مثلا لو عندي ملف واحد جمع، يعني أبغى أشتغل فيه مع طالباتي بشكل تعاوني، طالباتي مثلا أو طلابي يبغوا يعملوا مشروع معين، فممكن ملفهم هذا يرسلوا لبعض كأعضاء للفريق
يرسلوا رابط قابل للتحرير، بس أنا كمعلم حيرسلوا لي أي رابط؟ حيرسلوا لي فيو مثلاً، إني بس أبغى أطلع من باب المتابعة على إنجازهم في المشروع، تمام؟ فالملف الواحد ممكن أستخدمه على مستويين من الصلاحية. هنا الإيديت اخترنا، لازم كمان أفعل الارتباط بإني أعمل له كرييت. هذا رابط قابل للتحرير وهذا رابط للعرض فقط. طيب إيش اللي حسويه الآن؟ حنسخ الارتباط القابل للتحرير وأعمل لكم مشاركة، حرسل لكم الارتباط، وأبغاكم لو تكرمتوا تدخلوا على القسمين، مشروع تعاوني أو مشروع تعاوني المجموعة الثانية، وتضيفوا أي إضافة، خلينا نقول أي موضوع يتكلم عن التعلم التعاوني أو التعلم المدمج. طيب حرسل لكم الارتباط هنا. تمام، وصلكم الارتباط. طيب يا ريت لو تكرمتوا تدخلوا. الارتباط حتلاقوه في الشات، رسالته للجميع. طيب هون رسالته مرة ثانية. طيب ممتاز، وصل الارتباط. طيب يا ريت فضلا وتكرما تدخلوا وتضيفوا سواء ملف أو رابط أو نص أو صورة، أي حاجة. مثلا خلينا نقول إنه أي حاجة تتكلم عن التعلم المدمج. أعطيكم دقيقة بس عشان نجرب المشاركة التعاونية. شكرا لك أستاذة هدى على الإضافة، الشكر موصول لك. طيب نشوف الصفحة الثانية اللي هي مشروع تعاوني، إذا في أحد أضاف عليها. لاحظوا هنا في الشريط الموف مكتوب إنه 22 شخص هنا، وأعطاني أسماء الأشخاص اللي موجودين عندي في الملف، تمام؟ حيعطيني الأشخاص اللي مشاركين معي في الملف. هنا لو أبغى أعمل شات محادثة مع الأشخاص المتشاركين معي في الملف كمان. طيب شكرا على الصورة، حوريكم بس كيف من الأشياء الجميلة أيضاً إني أقدر أعرف مين اللي أضاف المشاركة، وحوريكم الآن الطريقة.
ممكن اللي حاب يشارك بإنشاء صفحة جديدة، ممكن تنشئوا صفحة جديدة، ممكن تنشئوا صفحة جديدة مثلا وتخلوا عنوانها الاسم، مثلا اسم الشخص المشارك. تمت إضافة صورة، شكرا لك، وصلت الصورة. ما تطلع لي الأدوات، اللي ما يطلع له الأدوات فضلاً المؤشر تحطوه في متن الصفحة عشان تتفعل الأدوات. ما في صوت، سامعين؟ لو استكرمتوا بس أكدوا لي إنكم سامعين الصوت. الصوت واضح؟ لودينج، شكله في أحد أضاف ملف أو حاجة ثقيلة لأنها لسه ما تحملت. طيب أعزائي فضلا لو تكرمتوا، الكل يحاول يشارك. الفكرة من التطبيق إنه تثبت المعلومة في حال إنكم جربتوا العمل ليها. الآن عدد المشاركين في الملف صار 31، شيء رائع. عند الدخول على الرابط يطلب تحميل التطبيق على الجهاز، نعم هذا الشيء اللي حيحصل لو دخلتي على الرابط من الجوال. تمام، عشان أحرر الارتباط من الجوال أحتاج أن أنزل التطبيق. مو محمل ون نوت، واجه صعوبة الآن. طب حمل ون نوت. طيب إيش رأيكم اللي شافوا إنه ما قبل إنه يقبل إضافتهم عشان في ضغط على الصفحة؟ ممكن تنشئوا مقطع جديد. أنشئوا مقطع جديد عشان ما يكون في ضغط على مقطع واحد. إذا فتح الرابط وين أروح؟ أروح للأدوات وأضيف، أضيف صورة، صوت، نص، أي حاجة، الغرض التطبيق. طيب الآن حشوف المقاطع اللي أنشأتوها. الظاهر لأنه في ضغط صار على الملف، لأنه إحنا قاعدين بنستخدم الملف في نفس اللحظة، فممكن من الاحتمالات إنه صار في ضغط عليه، لأنه غالبا لما أستخدم الملف بشكل تعاوني يعني نادرا ما الكل يستخدمه في نفس الوقت، فيمكن هذا هو السبب. شايفين الرسالة؟ بس ليش كنت طيب فعلا بيقول انه في ضغط على هذه الصفحة. طب انشئوا لو تكرمت مقاطع جديدة، خلينا ننشئ مقاطع جديدة ونضيف فيها. صادفتني مشكلة، بعض طالباتي يحذفون شغل بعض بالغلط. طيب هو للأسف في المشاركة الجميع حيكون له نفس الصلاحيات، فبالتالي ممكن يعدلوا على شغل بعض. إذا بالخطأ فالخطأ يعني الخطأ وارد، بس المفروض يعني يكونوا أكثر حرص، خاصة إنه العمل تعاوني.
طيب فعلا معلق صحيح. طيب الآن شفنا طيب المشاركة، طيب حنسيبه شوية، حنسيب الملف ونرجع له بعد شوية ونشوف التغييرات اللي أضفتوها، لأنه فعلا الظاهر مع الضغط صار معلق. طيب أنا حقفله أرجع أفتحه، الظاهر إنه الملف مع كثرة الضغط صار معلق شوية، فراح نكتفي بدخلوا وعدلوا خلاص عشان يفتح معانا من جديد. الآن أنا دخلت على ملف على صفحة ون نوت، أبغى أرجع للملف اللي إحنا عملناه أهو، هذا هو إنجازات المعلم الرقمي، أدخل عليه. تمام، الآن بانت الإضافات اللي أضفتوها، يا سلام ما شاء الله، يعطيكم العافية على إضافاتكم. شكرا لكم، شكرا لكل من أضاف ولكل من لم يضف. أستاذة جميلة، شكرا لكِ إيمان العنزي، حنين. تمام أعزائي، أشواق. الفكرة بس نشوف طريقة العمل الجماعي على المنصة. أهلا فيكي، شكرا لكم. مستورة الزهراني، تعليم التعليم المدمج، شكرا لكم، شكرا لإضافاتكم الجميلة. طيب أبغى أوريكم الآن كيف نتعرف على، شكرا لك أستاذة نجود، شكرا لحضورك ويعطيك ألف عافية. كيف نتعرف على صاحب الإضافة في المستندات؟ في العمل التعاوني أحيانا يكون في إضافة معينة في الملف وبعرف مين اللي أضاف هذه الإضافة، فأروح إلى View واختار show authors اللي هو وريني الناس اللي كتبوا المحتوى. فلاحظوا ايش بان معايا، انه هذا النص كتبته نجود. تمام، شكرا لك استاذة نجود. مثلا نشوف صفحة تانية بس عشان نشوف كيف انه بيوريني المستخدمين. هنا ردينا محمد اضافت لنا هذه الصورة، شكرا لك يا استاذة ردينا. طيب تشوف صفحة ثانية، وفاء الحربي، شكرا لك يا أستاذة وفاء، يعطيك العافية. تمام، يعني حتى في حال إنها ما كتبت الاسم، لاحظ هنا مكتوب وفاء الحربي. إيش الاسم اللي حيبان هنا عندي؟ الاسم اللي مسجل بحسابه في مايكروسوفت. طيب نشوف صفحة تانية، بصراحة إضافات جميلة وقيمة، يعطيكم العافية. طيب شفنا مع بعض كيف إنه نقدر نشوف مين اللي أضاف كل محتوى. تمام، من هنا show authors اللي هو وريني منشئين الملف. طيب لاحظوا هذا الملف الصوتي أنا أضفته، فهنا مبين اسمي جنب الملف. تمام أعزائي، في أي سؤال بالنسبة للمشاركة؟ ممكن أشارك؟ سأل أستاذ عبير قسم أو صفحة محددة. نعم، أعملي كليك يمين وحتظهر لك الخيارات copy link to this page. تمام، فممكن أشارك صفحة
وممكن أشارك برضو مقطع معين. تمام، هل من سؤال إلى هذه اللحظة؟ أي أسئلة بخصوص المشاركة؟ طيب، اللي بيسألوا كيف أوقف التحرير؟ طيب، حنروح لشير. طيب، رحت لشير بنفس الطريقة اللي أنشأت فيها رابط المشاركة. شايفين هذا رابط edit اللي هو تحرير، من هنا remove link، يعني وقف لي التحرير على الملف. فأنا لو عملت الآن remove link على الملف، يفترض إنه يتوقف التحرير على الملف. الفكرة الحلوة إنه مثلا لو استخدمت الملف للعمل التعاوني، في حال اكتمال الملف خلاص بشكله النهائي، ممكن أوقف التحرير عشان ما يكون مثلا أحد يعدل تعديلات يعني غير مطلوبة. تمام، بهذه الطريقة أوقف التحرير على الملف. تمام أعزائي، طيب يعطيكم ألف عافية على مشاركاتكم الجميلة. الآن بس لو تكرمتوا، أباكم تقترحوا علي بعض الاستخدامات الإبداعية لي ون نوت، سواء في مجال تخصصكم أو عموما في الأنشطة اللامنهجية مثلا. طيب، اللي يسألوا عن سيكشن جروب، سيكشن جروب اللي هي مجموعة الأقسام بالنسبة لهذا المستوى من التصنيف، ما يكون موجود في الأونلاين، حيكون موجود فقط على سطح المكتب. ممكن أفتح الآن نسخة سطح المكتب وأوريكم كيف تنشئوا مجموعة الأقسام. لاحظوا هنا عندي قائمة إبدأ، عندي ملفين ون نوت، هنا ون نوت وهنا ون نوت مع تاريخ الإصدار اللي لونه أبيض. الملف اللي لونه أبيض مكتوب ون نوت بدون تاريخ إصدار، هذا حيحولني على النسخة اللي أونلاين، النسخة السحابية. بالنسبة اللي جنبه تاريخ الإصدار، لا، هذه هي حتكون نسخة سطح المكتب. طيب، بس حوريكم مجموعة الأقسام كيف ننشئها باستخدام نسخة سطح المكتب، وحرجع أشوف مشاركاتكم بخصوص استخدامات ون نوت. لاحظوا نسخة سطح المكتب، إيش الفرق بينها وبين النسخة الأونلاين؟ هنا عندي الأقسام موجودة بشكل عرضي فوق، شايفين؟ زي الأقسام تبع دفتر المحاضرة. طيب، كيف أنشئ مجموعة الأقسام؟ راح أوقف على أي قسم من هذه الأقسام وأضغط كليك يمين، وبعدين أختار من كليك يمين، حيجيني New Section Group، وهذه هي مجموعة الأقسام اللي أنشأتها. تمام، كليك يمين، شايفين هذه هي مجموعة الأقسام. من فين جبتها؟ وقفت على السكشن، عملت كليك يمين، ضغطت بزر الفأر الأيمن واخترت نيو سكشن جروب، وبرضو بزر الفأر الأيمن أغير التسمية، مثلا أسميها خطة تنمية، سوري بيكتب انجلش، خطة تنمية المهنية. طيب، هذه مجموعة أقسام، كيف أوصل لها؟ أعمل عليها كليك، حيدخلني جواها وحيقول لي إنه هذه مجموعة الأقسام لسه ما جوتها ولا قسم، فمن علامة الزائد أنشئ داخلها أقسام بشكل افتراضي، حيسمي لي يعني نيو سكشن 1 نيو سكشن 2، اعمل رينيم واعيد التسميه. الان انا داخل مجموعه الاقسام،
كيف أرجع للشاشة الرئيسية من السهم المعكوف؟ حيرجعني للشاشة الرئيسية، تمام؟ بس أعزائي عشان ما تلخبطوا، اللي كنا نشرح عليه أول كانت نسخة النسخة السحابية الأونلاين. الآن غيرنا الوجهة وشرحت على نسخة سطح المكتب عشان أوريكم كيف ننشئ مجموعة الأقسام، لأن مجموعة الأقسام ما تكون متوفرة إلى الآن، يعني ما هي متوفرة في الأونلاين في ون نوت أونلاين، تمام؟ وهذا سبب تحولي، إن شاء الله ما أكون سببت لكم لخبطة. طيب نرجع الآن إلى ملفنا السحابي، هذا هو الملف، تمام؟ واضح إلى الآن؟ طيب نشوف مشاركاتكم بخصوص استخدامات ون نوت. كيف نوصل لنسخة سطح المكتب؟ حلاقيها في حزمة الأوفيس، حلاقي ملف اسمه مايكروسوفت أوفيس وحلاقي جوتها مشروع للطالبات لعرض أعمالهم. ممتاز، الأنشطة اللامنهجية، أستاذ عبير ماسك السجل التوثيق، فممتاز في حال أنك وثقتي الأنشطة اللامنهجية فيها. عند عمل ملف على سطح المكتب كيف أحوله لنسخة سحابية؟ لما نشتغل على سطح المكتب، أول ما تعملي إنشاء للملف حيخيرك، حيقول لك فين تبي تحفظي، هل على سطح المكتب أو على سحابة ون درايف، فاختاري إنه ينحفظ على سحابة ون درايف، وبكذا حتحولي نسخة سطح المكتب إلى السحابة. التدريس التبادلي، ممتاز. الفصل المقلوب، مشاركات طالباتي، ممتاز، يعطيكم ألف عافية على مشاركاتكم. طيب اقترحتوا علينا صراحة أساليب مرة جميلة، وقلنا بعضها أثناء طرح المحتوى، إنه في تعلم القائم على المشاريع، تقييم الطلاب تقييما قائما على الأداء، مثلا أبغى أعمل كتاب إلكتروني للمادة العلمية اللي أدرسها، مثلا في مشروع بحث الدرس الصحيح. تمام، ممتاز، هذا بالنسبة لاستخدامات ون نوت. طيب الآن نجي لموضوعنا، بالنسبة لندوتنا اليوم حيكون عليها بإذن الله نقاط 1500 نقطة. يا ريت فضلا لو تكرمتوا تدخلوا الكود بالنسبة اللي ليهم حساب مسبق في مجتمع مايكروسوفت التعليمي، يدخلوا الكود. اللي أول مرة يشارك في مجتمع مايكروسوفت التعليمي راح يحصل على شهادة معلم مايكروسوفت المبدع الآن بإدخاله لهذا الكود. طيب كيف ندخل الكود؟ حنروح لمجتمع مايكروسوفت التعليمي، حتى لو كتبنا في محرك البحث مجتمع مايكروسوفت للمعلمين أو مايكروسوفت إدوكيتر كوميونيتي، على طول راح يوديني لصفحة المجتمع. اختار join now اللي هو الانضمام الآن، هذا بالنسبة للي أول مرة ينضموا. اللي أول مرة ينضموا راح يعطيهم لأول مرة فقط نموذج نعبيه، نحط فيه الاسم الأول، الاسم الأخير، البلد، اللغة، المنطقة الزمنية، اختار كويت ورياض، بس إذا أنتم بشكل سريع تبغوا تدخلوا عادي ممكن تختاروا أي منطقة، وبعدين ترجعوا تاني لتحرير ملف التعريف وتحرروه. حالة الملف التعريفي اختاره انه يكون عام. الرمز الترويجي، هنا احط الكود اللي اعطيتكم اياه، وهنا احط في المربع هذا تشيك على علامة صح، بس اقرار انه المستخدم اكبر من 18 سنة، واختار انضمام الى المجتمع. تمام. طيب بالنسبة للي سبق لي التسجيل في مجتمع مايكروسوفت، حيروحوا للقائمة اللي تظهر لك لما تعملوا كليك على هلو واسمي،
حيجيكي في آخر القائمة ريديم كود أو استرداد الرمز الترويجي. من هنا في هذه المساحة أدخل الرمز اللي أعطيتكم إياه. طيب فين حشوف شهاداتي؟ حشوفها في الـ Achievements اللي هي الإنجازات. تمام؟ طيب حرجع لكم الكود، يا ريت فضلاً لو تكرمتوا صوروه. هذا الكود، بس يا ريت فضلا لو تكرمتوا تصوروا عشان أوريكم على السريع طريقة إدخال. هذا هو الكود، خلاص الجميع صور الكود. طيب نشوف بشكل سريع كيف أنا أدخل الكود في مجتمع مايكروسوفت التعليمي. هذه صفحة مجتمع مايكروسوفت من هلو واسمي، حروح لريديم كود وحدخل الكود هنا. طب فين حشوف إنجازاتي؟ هلاقيها في Achievements. طبعا هنا ممكن أحول اللغة إلى اللغة العربية. وأروح إلى Achievements اللي هي الإنجازات. طيب الإنجازات حتكون مقسومة لقسمين، الشارات المكتسبة هلاقيها في أعلى الصفحة، وتحت هلاقي الشهادات المكتسبة. طب كيف أنا أطبع الشهادة؟ أي وسام من هذه الأوسمة هيمثل شهادة. بالنسبة للي أول مرة يحضروا اليوم هي تظهر لهم شهادة معلم مايكروسوفت المبدع، هذه الشهادة هيعملوا كليك كده ويعملوا لها داونلود من هنا. هذه الشهادة اللي راح تظهر لهم، وممكن يطبعوها ويحملوها على الأجهزة من هنا. تمام، اللي ما تظهر لهم الشهادة على طول ممكن يسجلوا خروج من مجتمع مايكروسوفت التعليمي ويرجعوا يدخلوا تاني. أنا نسيت أنوه إنه الدخول لمجتمع مايكروسوفت التعليمي بنفس حسابكم تبع مايكروسوفت، سواء حساب الهوت ميل أو الأوتلوك، ما يحتاج إنه تنشئوا حساب، بنفس حسابكم تدخلوا بس تعبوا النموذج لأول مرة. تمام؟ طيب أي سؤال أعزائي قبل ما نختم الجلسة؟ النقاط حتلاقيها برضو في الإنجازات. هنا في هذه القائمة هنا حلاقي النقاط. طيب الجميع أدخل الكود، أتمنى أن الجميع يدخل الكود. يعطيكم ألف عافية على حضوركم، ويعطيكم ألف عافية على تفاعلكم ومشاركتكم. هل ممكن في سؤال أسأله؟ هل ممكن أنضم لمجتمع مايكروسوفت وأنا طالبة؟ مجتمع مايكروسوفت من سن 18 سنة وفوق ممكن الانضمام لي. جزاكم الله ألف خير، أنتم المبدعين. على فكرة بالنسبة اللي حاب يتعرف على مجتمع مايكروسوفت التعليمي بشكل مفصل أكثر، إن شاء الله حتكون عندنا ندوة أعتقد الأسبوع القادم، وحتجدوا برضو في حساب العمادة وفي حساب مبادرة الجمعية السعودية للمعلم عرض لكامل ندوات السلسلة، ممكن تتابعوها وتسجلوا فيها. وبصراحة جزيل الشكر والامتنان مرة ثانية لمبادرة الجمعية السعودية للمعلم وعمادة التعلم الإلكتروني، مثلا منصة تزامن جامعة الملك خالد، على استضافتهم للندوة. شكرا لكم حضورنا الأعزاء، شكرا على استقطاعكم من وقتكم وقتا لحضور الندوة، يعطيكم ألف عافية. راح أرسل لكم في شرح بسيط للنوت إن شاء الله، برضو راح أحط لكم الرابط في ضمن التعليقات
تحت الإعلان تبع الندوة بإذن الله. الكود ما يحتاج إرسال يا أختي أو أخي الفاضل، تدخله في حسابك في مجتمع مايكروسوفت التعليمي. الشهادات هي شهادة معلم مايكروسوفت المبدع، عند إدخال الكود راح تظهر لكم. راح أرسل رابط حقيبة فيها شرح لون نوت. طيب هذه هي الحقيبة، الآن أحط لكم الرابط على الشات. الحقيبة موجودة عندي في مجتمع مايكروسوفت التعليمي كمحتوى، برضو قلت لكم اللي حابب يتعرف أكثر عن المجتمع. أعزائي هذا رابط الحقيبة أرسلته لكم، الآن راح يوصلكم. شاكرة لكم جزيل الشكر والامتنان، شاكرة لحقكم مرة أخرى، ونراكم بإذن الله في ندوات أخرى، ويعطيكم ألف عافية. استودعتكم الله.